وسالت كابتن حلمي بعد كده وعرفت يعني ان انت عارف احنا عارفين الكواليس يعني، اكيد انت بقى بيروح المعسكرات كلها مع الفريق في السفريات يبات معاهم عشان بيحميه، بيوجه رساله ان انا الراجل ده مدعوم، ان انا ده مدعوم فانا في ظهرك، ان انا الراجل مش ده سايبه لوحده، انا مش سايبه لوحده، انا مدعوم منه. وهنا رئيس النادي المحترم، رئيس النادي اللي فعلا على قد المسؤوليه للمكان اللي هو موجود فيه، يعني انت عارف في الكوره بالذات عندنا الكره اي دي رئيس قصه نادي تانية. بكلمتين بكلمه، ده في رؤساء انديه والله 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 سمعه ببوست على الفيسبوك، بوست على الفيسبوك بيغير مجلس لا 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 تلاقيه ما ينامش، وان هو ان نهار ابيض الناس بتهاجمني، ويبتدي الناس اللي حواليه يشتغلوا على الموضوع، وانديه غير جماهيريه وانديه جماهيريه، فده من ضمن الحاجات يعني اللي فعلا احترمت الراجل ده. لا هو يعني هو الرئيس محمد الناس كلها بتحبه، فحتى طبيعي لان النادي جماهيري والاتحاد اكيد نادي يعني اسكندريه كلها وراه وكل، وهو هدفهم كمان الناس يعني قد ما السله بتكسب بس كره القدم برضه في الذهن اوكي، بس هو الناس كلها بتحبه والناس كلها بتدعمه، فالناس اللي موجهه زي ما انت بتقول ما بيتاثرش بيها، وهو بيعرف سكتهم كمان بالظبط يعني. او حصل السنه اللي فاتت مع كابتن طلعت يوسف، حصل في الاول، بعد كده كابتن طلعت جه قدم استقالته وقال انا مش هقدر اكمل، لانه الكره لحد ما انت ادرى مني أنا عارف بالموضوع ده، فيها دهاليز كتيره بقى، لعيبه من معرفش منين مفيش رئيس نادي في الكره في مصر يا سمعه ما حاولوش ثلاثه اربعه بيأثروا على قراره وبيستفيدوا من اي تغيير بيحصل بالظبط، لان اي مدرب بيمشي من مكانه جو بيحصل استفاده، بيحصل استفاده لف قصه يعني كبيره. سمعه اخر سؤال معلش، ليه خدت قرار ان انت مره واحده ان انا هعتزل دوليا؟ هل انت كنت حاسس ان جسمك خلاص انا مش قادر لازم ان انا اتفرغ للعب في النادي، ولا ايه اللي حصل؟ بس هي عدة عوامل من ضمنها اكيد الجزء اللي تقول عليه ان انت، لان انا من 93 ل 2007 صيف شتاء باسكت، خلص نادي اروح منتخب، خلص منتخب ارجع نادي، فانت جسمك مش هيقدر يستحمل معاك كمان سنك بيكبر. بس الهدف الاساسي هو انه انا مش عايز اكون مؤدي وخلاص، ان انا انه اللي اسمه ايه التشبع، المشاركه، لا المجرد ان احنا بنشارك وخلاص، انه كنت عايز ان المنتخب يبقى بيلعب على حاجه، ان انا عايز ابقى نافس، انا المنتاليتي بتاعتي انا ما ينفعش اروح اادي لانه مجرد انه خلاص احنا موجودين وخلاص. وهل انت ما شفتش ان انت عقليتك ممكن انت تسحب الناس اللي حواليك، ان انت تقدر ان انت تنقلهم من مؤدي لبطل؟ انت بتغير سياسه اتحاد بقى ومنتاليتي من رئيس لاعضاء لكل حاجه يعني فاهم، يعني انت بتلعب منتخب مصر مثلا بتروح تعسكر في منتخب، الطبيعي انت تخلص المنتخب بتاع المعسكر على البطوله تبقى فات اوكي، انا بخلص واخد 4 5 كيلو زياده اخدهم فات، مش اخدهم مثلا مصل. وهل ده عيب مدرب ولا عيب نظام؟ عيب منظومه بقى بالاداره بتاعتها، فاهم قصدي؟ يعني انا مش اكيد مش عايز اقطع في حد، بس كمان الناس دي اكيد يمكن برضو يعني في امور بتحكمهم في بعض الاماكن. بس انت في الاخر بتلاقي نفسك انت بتروح معسكر منتخب مصر فنادق للاسف اقل كتير من اللي انت ما كنت تقعد فيها مع النادي، يعني مع النادي بتقعد 5 ستارز، مع المنتخب بتقعد 3 ستارز اوكي، مفيش اهتمام يعني، مفيش اهتمام، بتلاقي في الاخر انت الاكل اللي المفروض تاكله وتتغذى مفيش، الاكل للاسف سيء، فبتبتدي تيجي للاكل بره، تروح معسكرات اوقات من غير دكتور، معكش دكتور الاوبشن مصر الباسكت والله العظيم انا رايح سفريه كنت انا والحسيني بنعمل تيب للعيبه، انتوا اللي بتربطوا، احنا بنربط رجلين اللعيبه، ما كانش معانا دكتور ليه؟ طيب مش اكيد المنتخب في بادجت وفي، بس اكيد برضو بيبقى عليهم يعني، انا مش عايز اظلم الناس لانه انت انا في مكان رئيس الاتحاد هو عايز اللعبه تبقى في احسن مكان، فلما يضطر ان هو يعمل كده فاكيد في حاجه حكماه في مكان ما انا معرفهوش مأثره عليه. هو دوري، ما الدوري الباسكت السنه دي يا جو الدوري بيتنقل تلفزيونيا بشكل، هو للامانه الفتره اخر 4 5 سنين الوضع اتحسن كتير يعني، يعني في عوائد، انا من رايي السنه اللي فاتت يعني في عوائد من البث للانديه وكده، في سبونسر دلوقتي، في سبونسر، لا البث، لا بس في البث ده تميده لما بيجي لك يقول لك انا هنقل لك الدوري ببلاش كده، ببلاش يعني، وتشكرني ان انا هنقله لك اطلعه لك على الهواء، فدي طبعا ما فيش مقابل. طب ليه يعني احنا ايه اللي وصلنا لكده يعني؟ احنا يا جماعه انا والله انا في ماتشات بتاعت الزمالك بتاعت الباسكت بتاعت زمان ما كناش بنفوتها في الصاله، وعارفين اللعيبه بالاسم وبنروح، ازاي ان احنا حصل لنا يعني الدروب ده، ان انت مره واحده تبقى الناس مش عايزه، انا فاكر زمان ماتشات كلها بتتذاع. بص يا ميدو، هو انا هقول لك على حاجه، المشكله ان في اخر مثلا 5 سنين البادجت بتاع الكوره بقى عالي قوي، اسعار العقود بقت عاليه قوي ضخمه، فبتاثر على الالعاب التانيه في النادي. بمعنى ايه؟
يمكن انا دي رساله برضو بوجهها للحاج محمد مصلحي. هو عنده بادجت او عنده فرقه زي فرقه الباسكت دي، بطل مصر وبطل العرب وممكن يبقى بطل افريقيا، لازم الدعم يكون فيها كبير شويه. معلش دلوقتي فرقه زي نادي الاتحاد مهما يصرف في الكوره محتاج 10 اضعاف الباسكت عشان يخلص الدوري خامس او سادس. احنا لازم محتاجين طبعا وقت طويل نبتدي ان احنا نناقش القصه دي. لكن سمعه بجد شرفتني ونورتني في اوضه اللبس، وتشرفت بيك.